انتهت بالجزائر جلسات التشاور السياسي الخاصة بتحديد ملامح الحكومة الجديدة التي انطلقت قبل أيام. جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار في وقت يشدد فيه متتبعون للشأن السياسي على ضرورة توحيد الرؤى السياسية لمواجهة الرهانات التي تواجه البلاد. مريم والي. مشاورات سياسية تعقب تشكيل الحكومة الجديدة فرضت على الرئيس تبون الاجتماع مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية، مشاورات تأتي بموجب ما يقتضيه دستور 2020. هذه المشاورات جاءت باستجابة أولا للدستور 2020 الذي ينص صراحة على أنه بعد انتخابات ضروري إلى تشكيل حكومة من خلال إذا كانت أغلبية رئاسية أغلبية برلمانية، وبالتالي اليوم الجمهورية مجبرا على إجراء مشاورات من أجل تشكيل هذه الحكومة مهما كان من يقودها سواء كان أول أو كانت حكومة. رسم ملامح الحكومة الجديدة يضع على عاتق الأحزاب السياسية والأحرار مسؤولية أخرى تتماشى وتطبيق برنامج الرئيس. اليوم الحديث عن تشكيل الحكومة السياسية لا يعني أن هناك يعني كوطة أو تقاسم العقائد بين الأحزاب، وإنما الحديث على أنه حتى الأحزاب اليوم تقع على عاتقها مسؤولية تقديم أسماء، ترشح أسماء لها وزن، لها كفاءة، لها قدرة على تحمل مسؤوليتها من خلال تقديم برنامج، عفوا تقديم تصور كيف يمكن تسير مختلف التزامات الجمهورية. الجزائر بحاجة إلى مشورات توحد الرؤى نحو تشكيل طبقة سياسية واحدة قادرة على تحمل الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسير بالبلاد إلى بر الأمان.